بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني الكرام. اليوم بدي أتكلم عن سنة مهجورة، سبق وتكلمت فيها ولكن ليس كما يجب، لكن اليوم بإذن الله سنوضح هذه الفكرة على نطاق أوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن السواك، هذه السنة المهجورة، يعني أكثرنا هجر هذه السنة، وهي السواك، ويقال له عود الأراك. فأخواني، استخدامه في الشريعة الإسلامية سنة مؤكدة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حرص علينا أن نستخدم السواك وأن نستاك فيه، وحثنا عليه لما فيه من فوائد وفيه من منافع للفم. فهل نتحدث عن منافعه؟ من الأحاديث التي ذكرت في السنة النبوية حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، رواه الشيخان. وأيضا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك إذا دخل منزله عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمل السواك كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، يعني أول ما يبلش من النوم يستاك. فهذا أخواني هو السواك، طبعا يعني هذا غصن ليس جذر. الجذر بيجي أفضل من الغصن، الغصان هي بتجي مثل تقريبا مثل قلم رصاص، كان الوالد يشبهها الله يرحمه مثل قلم رصاص. فالسواك الجذر إخواني الكرام، لما ناخده نحن من الجذر فله طعمة غير طعمة السواك هذا اللي نحن هلأ بدنا نفتحه ونشوف كيف بدنا نحسن نسوق اسناننا فيه. هذا يغنيك عن فرشاية الاسنان. فرشاية الاسنان اخواني الكرام يعني فيها مواد كيماوية صنعها الانسان، اما السواك يعني كثير من الاطباء اسنان كل ما فوت جوا عند اطباء اسنان ينصحوني هن بالسواك. انا دخلت اخر مرة عند دكتور اسنان قال لي: السواك عم سوق اسنانك؟ انا الحمد لله عم سوقهم ولكن بالقليل، يعني سبحان الله، يعني ليس بكثير. حتى اذا بحمله بالشارع وبروح بدي سوك اسناني بتلاقي العالم مستغربه شو هذا اللي حطه، يعني سيجار مثلا بيعتبروه سبحان الله. فاخواني الكرام يعني حتى الابحاث العلميه قالوا ان المسواك يعني المخضر من عود المخضر يعني الاخضر، ان يعني يقصدوا فيه انه هو يكون اخضر ليس ناشف. احيانا بتلاقيه مثلا ناشف تنقعه مثلا يومين بالمي ثلاث ايام، بعدين بتجيب السكين وبتقعد بتقطعه، يا احيانا مثلا بدك بينسى معامله يعني ما انه تحسين تفتح السواك. لكن قالوا انه في مواد هذه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وضعها في هذه الشجره، فمنها ماده العفص، في نسبه كبيره من ماده العفص طبعا تجي حارقه هذه ماده العفص، ومادة هي مطهرة للفم، مطهرة الجلاسين كلها تايب بالفم. ومادة العفص إخواني الكرام يعني موجودة في الشاي كمان، طبعا نحن لست طبيبا يعني أنا كي أشرح أنه موجودة في كذا وموجودة كذا، لكن نحن هلأ مبدأنا أنه نحن هذا السواك السنة المنسية لازم نحن نحييها. فإن شاء الله يعني بعد هذه الحلقة نتمنى من كل الناس أنه تستخدم السواك هذا إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخواني الكرام، كمان من ضمن السواك موجود وسبق الوالد تكلم في حلقة كمان، هو لإيقاف العادة الشهرية عند النساء. فمنجيب السواك هذا ونحن بنغلي غلي ونشرب ميته، طبعا مو نحن نشرب ميته، هن بيشربوا ميته، مو نحن يشربوا ميته مشان توقف العادة الشهرية، خصوصا إذا كان في صيام. فممكن مثلا نحن شبع سحور، فبإذن الله إذا كان العادة تأتي في وقتها ممكن أنه مثلا يوقف هذا الأمر. فكمان نحن ننصح الأخوات كمان منه أنه غير الفوائد الموجودة فيه، يعني فإذا نتكلم عن فوائده فوائده كثيرة. أولا أخواني الكرام، طبيب الأسنان
ببيض الأسنان ومكافحة الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الفم وتقوية اللثة ومحاربة التهاباتها. في كثير مثلا أنا حتى أنا مثلا عندي أون باللثة كمان عم استخدم السواك. طبعا السواك له استخدامات مو كل العمر بستخدمه، فترات مثلا خلي مثلا شهرين شهر ونص كذا أبدل السواك، يعني جيب سواك تاني غيره مشان تحسين. ولا معلمكم كيف طريقة مسكه، كيف كان الرسول عليه السلام كان يمسك السواك، مو انه مثلا يمسكه هيك وبينزل مثلا تسويك فيه، في له طريقة معينة تمسك بالسواك هذا ونساوي فمنا فيه يعني. وفي اخواني الكرام يعني كمان مادة السي، فيتامين سي فيه. وإذا عنده مثلا إنسان رائحة فم، خصوصا مدخنين كمان بإمكانه أن يستخدموا هذا السواك، فبيغير له ريحة الفم. عرفتوا شو اخواني الكرام؟ حتى يعني سبحان الله، سنة من السنوات كنت في دمشق، وكان الوالد سبحان الله هو كان قائم على على هذه الشركة اللي فتحناها، شركة كانت قائمة على انه بس نبيع سواكرات. فسنة من السنوات نزل نبيعه بالاسواق تحت، طبعا ما حدا رضي نهائيا من الشباب انه يمسك السواك هذا من المندوبين وينزل يعرضه للمحلات. فكنت انا الوحيد اللي انزل لتحت في الشام كنت بيع هذا السواك سبحان الله، وكنت ادخل محلات واحيانا ابواب مثلا مشان ابيع السواك ونشرح لهم عن ماده العفاص بما فيه كذا. فعالم تستغرب بقول شو هذا، يعني اول مره بنسمع بالسواك، وعالم بيقولوا نحن بنعرفه بس عم نستخدم فرشات اسنان بتستغني عنه يعني. فكان الرسول عليه السلام كان استخدامه يعني عند الوضوء، احيانا مثلا بالوضوء نتوضا نحن فما بنلاقي مثلا السواك معنا، بامكاننا نحن بيدنا نعمل هيك نسوي اسنان اذا ما كان موجود، لكن السواك افضل دائما خليه بجيبتك. فهلا نحن اخواني الكرام نفتح هذا السواك وبنقول لكم كيف استخدامه. طريقة سهلة جدا ما فيها شيء اخواني الكرام، ودائما بس تكون عم تتوضا ساوي اسنانك فيه، وبس تصلي قبل ما تقول الله اكبر كون جاهز بالصلاة، سوي اسنانك مشان تبدا في صلاتك برائحة فم طيبة، لانه الملائكة بتشم ريحة فم. وروي في الحديث انه لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فالسواك في رمضان كمان ما في مشكله، لكن يكره عند الساده الشافعيه قبل الزوال، قبل الغروب انه تستخدم السواك، لانه الله سبحانه وتعالى بيحب ريحه تمك اللي هي العالم تكرهها. احيانا بتلاقي لك اوف بعد عني صايم، يعني الله سبحانه وتعالى اخواني بيحب رائحه فمك وانت صايم. هلا اخواني نحن نمسك هذا السواك، طبعا هو رطب يعني ما بده لا نقع ولا شيء، كانه كان مغلف ومحفوظ. طبعا هو ليس جذر بس غصن، هو بنجيب السكينه بنقطعه نحن من اعلى من فوق، طبعا على مهلنا مشان ما نجرح ايدينا، طبعا يفضل انه يكون على المجلى. فبنبلش نحن ناخذ هذا الجزء الفوقاني من قيم هاي الطبقه الموجوده، ومشان نحسن انه نفرش السواك الموجود فوقه طبعا من قيمه، ويفضل انه يكون على صحن مشان ما نوسخ. طبعا على مهلنا شوي بنضلنا نحن عم نقطع فيه حتى نروح هاي الاجزاء كلياتها اللي فوق، حتى يصير عند منا نحن فضاوي. طبعا هذول الموجودين اللي بدهم بيروحوا يفضل انه ناخذهم ونعلكهم، لانه بيفرزوا ماده بتمنا وهي ماده العفص اللي طلعوا عنا اخواني. طبعا هي بتكون حده، فهلا نحن بنبعد مشان يفرش معنا شيء مثل الفرشاية، بنبعدهم عن بعضهم. طبعا في عالم بتنقعوا، بعد ما تنقعوا بتدقوا. نحن هلا شوف شلون صار شكله هيك جيد، هلا صار يعني للاستعمال فورا. نعم
نعم اخوان الكرام، بنجيب هدول اذا مثل ما قلت لكم نحن بنحطهم بنغليهم، او مثلا بنعلقهم مشان يفرزونا هذه المادة العفاص. وهيك طبعا بيكون السواك، تسوية السواك بالاسنان هي الطريقة يعني هيك. اما اذا بدنا نحن نحط السواك كيف بايدينا هيك بنحطه مشان نحسن ونسوق فيه. وهذه الطريقة علمنا اياها الوالد رحمه الله. هيك اخواني بنحمل السواك ونسوي فيه اسناننا هيك. طبعا اخواني الكرام طعمه لا توصف، والله سبحان الله الذي وضع فيه هذه المادة.